وينضم إلينا أيضا من القاهرة عضو البرلمان العالمي للبيئة الدكتور وفيق نصير. دكتور وفيق، هناك عجز في الوصول إلى هذه السفينة، عجز لاحتواء التسربات التي حصلت من حمولة السفينة التي أقل ما يقال عنها بأنها خطيرة وستنعكس بشكل خطير على البيئة البحرية في المنطقة وربما في كامل البحر الأحمر وخليج عدن. كيف تتعاملون مع كارثة من هذا النوع؟ اهلا وسهلا بيكم بالساده المشاهدين. طبعا بغض النظر عن نظريه المؤامره، احنا بنتكلم من الناحيه البيئيه البحته. السفينه دي كان عليها 21 ألف طن اسمده، وده وجود هذه الاسمده في البحار يؤدي لتكاثر الطحالب. الطحالب مشكلتها ان هي بتمنع اشعه الشمس للوصول للشعب المرجانية والكائنات البحرية، فبالتالي بتؤدي إلى موت هذه الكائنات البحرية وهلاكها في المنطقة. من الناحية البيئية الثانية، إن طبعا في تسريب للوقود حصل من السفينة، فده كمان هيؤدي لكوارث بيئية، بخلاف طبعا أسمدة كبريتات فوسفات الألمونيوم اللي احنا اتكلمنا عليها. طبعا البرلمان العالمي للبيئة بيحذر دائما في وجود الحروب بعدم تأثيرها المدمر للبيئة اللي بتاخد آلاف وملايين السنين عشان تتكون. فالموضوع مش إن احنا بنخلص حرب وبعد كده نقعد نلم فيها لفترات طويلة. كمان حتى لو السفينة دي متأمن عليها وإن الشركة هتلتزم بمحاولة تنظيف ما حدث، فهنجد إن من الصعوبة جدا إن احنا يتم هذا نتيجة لوجود الخطر الحربي في المنطقة لا زال. والحكومة من المثير للسخرية، يعني الحكومة اليمنية بتحذر من الكارثة البيئية، والصواريخ التي أطلقت من اليمن. فإحنا لازم نكون فقط للتوضيح دكتور وفيق، الحكومة اليمنية تحاول الحصول على مساعدة من أجل التعامل مع هذه الكارثة، ولكن من أطلق الصواريخ هم الحوثيين الذين يحتلون جزء مهم من اليمن. السؤال الأهم في هذه المرحلة، هل صحيح بأن هذه الكارثة البيئية ستستمر لسنوات طويلة؟ بعض التقارير كانت تشير إلى 30 سنة وتأثيرات مستمرة على البيئة البحرية. ده 30 سنة أنا في اعتقادي لو تم تنظيف، محاولة تنظيف ما تم، يعني في سفن مخصوصة مفروض إن هي بتطلع بشفاطات معينة بتحاول إن هي تلم هذه الأسمدة وكمان تلم الوقود المتسرب بأسرع وقت ممكن. لكن إذا لم يتم هذا ف30 سنة دي تعتبر وقت قليل جدا. أنا في اعتقادي على لاستعادة المنطقة لطبيعتها تاني احنا محتاجين مئات وآلاف السنين. فالكوارث البيئية لا تستعيد طبيعتها بسرعة وبسهولة. طيب، ولكن سؤال أخير دكتور وفيق، هل لدينا في العالم العربي في المناطق المحاذية لموقع الكارثة إمكانيات تسمح بالتعامل بيئيا مع غرق السفينة؟ هو ده احنا لسه بنبحثه في البرلمان العالمي للبيئة، وكمان نتيجة لوجود الصراع عند باب المندب وخصوصا في المنطقة البحرية الغنية بالكائنات البحرية النادرة والشعب المرجانية التي تكونت من ملايين السنين، فيجب إرسال سفن بيئية مخصوصة تلازم الأساطيل البحرية المتحاربة حتى تتمكن من سرعة الاستجابة إذا حدث كوارث بيئية. فإحنا لسه في بصدد إن إحنا نشوف الموضوع ده هيتم إزاي، وإن شاء الله ربنا يسهل. من القاهرة عضو البرلمان العالمي للبيئة الدكتور وفيق نصير، شكرا جزيلا لك.